السلام عليكم. عنوان درسنا اليوم هو الفيجرز. الفيجرز شلون تتخلي مسمى لكل صورة داخل بوسطة البوتستراب داخل موقعك. انزين، خلونا نسوي نفس كل مرة، اللي هو البي ار، وتحت نسوي الاتش ار على اساس يسوي لنا خط ويسوي لنا مسافة. راح استخدمت شيء يسمونه فيجرز. فيجرز اعطيته كلاس اسمه فيجرز، هذه كلاس فيجرز، هاي ما مرتبينهاش البوتستراب. انزين، هني الايمجز السورس هذه انا وايد شرحتها في الاتش تي ام ال، فالسورس معناته مكان تواجد الصوره. انزين، وهني الفيجرز ايمجز فيجرز في فيلد راوندد، انه مسوي الصوره راوندد صايره. انزين، هذه الارت معناته اي ال تي، معناته شنو؟ معناته انه كان نقول كومنتس حق الديفلوبر فما تحتاجه. الفيج كابشن هو مكان الكتابه، خلو اكتب هني مثلا فيج _2. هلا ارجع للبراوزر ونشوف شو راح يصير. بس الصورة عودة معي. نرجع حق صورتنا، نقدر من هني نحط الهايت 240 بكسل، هايت 240 بكسل. مثل ما تشوفون انا سوالي الصورة راوند، حط لي اياها تحت، لي تحت فيك. فهاي الشيء يعني يخلي يعني نفس اذا انت محتاج تسمي الصور مالينك تسوي بذي الطريقه. انزين، طبعا في نوع ثاني، والله في شيء، لا ما في شيء ثاني. هذه كان درسنا اليوم، ومع السلامه.